لهذه المسابقه للمره ال40. كابتن احمد ايوب بقول لك مبروك الفوز على انبي، مكسب مهم جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي في هذه المرحله. يعني الحمد لله فوز مهم، مباراه صعبه جدا جدا زي ما احنا شفنا، يمكن احرزنا هدف في البدايه كان ممكن نعززه، ولكن المباراه كانت يعني فيها نديه من فريق انبي، عمل مباراه جيده في النهايه. احنا الحمد لله خدنا 3 نقط بيقربونا يعني بصوره كبيره جدا جدا من ان شاء الله من درع الدوري، يعني نقطه واحده نكون ابطال الدوري السنه دي ان شاء الله. خلاص المسابقه في نهايتها، فكان مهم جدا بالنسبه لنا الـ3 نقط. انت عملت النهارده المباراه ازاي في ظل غيابات، غياب عبد الله السعيد، غياب جوني راجاي؟ والله طبعا الحمد لله، يمكن وليد النهارده عمل مباراه كبيره، كان بيلعب في مكان يعني في الحته اللي كان بيلعب فيها عبد الله. ميدو بقى له فتره ما بيلعبش، النهارده شارك وكان ما شاء الله عمل مباراه كويسه. باكا برده انا بقول لك يعني المكسب بالنسبه لنا الفتره الاخيره، ان رغم النقص والغيابات الناس اللي بتنزل بتبقى مركزه وبتضيف للفرقه يعني الحمد لله. يعني مكسب النهارده والناحيه المعنويه، جهاز الفن هيشتغل على الجزئيه دي وانت رايح مسافر الجابون وعندك مهمه، ولا فصل البطولات عن بعضها ده الجهاز الفني؟ اي مكسب بالنسبه لك يعني معنويا حاجه كويسه، ولكن انت بتفصل خلاص، يعني انت عندك مرحله ثانيه تفكر فيها مباراه العوده، وان شاء الله نرجع كسبانين ومفرحين جماهيرنا ومتاهلين من هناك ان شاء الله. عبد الله يلحق معاك ماتش العوده في الجابون، ولا لا قدر الله ممكن اصابته وتخليك بعيد؟ لحد دلوقتي لا. كلمة بالتأكيد على هذه المسابقة يا كابتن أيوب، وأنتوا خلاص بتاخدوا الخطوات النهائية وبتقترب من الفوز بالبطولة، موسم كامل نتاج شغلك بقى ومجهودك بتتوجوا في نهاية البطولة بالفوز بالدوري. طبعا يعني الحمد لله تعبنا واجتهدنا وربنا لحد يعني الحمد لله موفقنا، خطوة بسيطة ونحقق بطولة الدوري. الناس كلها تعبت واشتغلت، اللعيبة والجهاز وكل الناس، فالحمد لله إن شاء الله بس نبارك لبعض بعد مباراة طنطا إن شاء الله. شكرا كابتن أيوب. شكرا. كابتن ميدو، ده كان لقاءنا مع الكابتن أحمد أيوب المدرب العام لفريق النادي الأهلي. بعد قليل هيكون معانا لقاءات أخرى مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي، بالتأكيد بعد هذا الفوز والانتصار على إنبي بهدف مقابل لا شيء، والاقتراب خطوة وخطوة بإذن الله لتحقيق النجمة الرابعة بالنسبة للنادي الأهلي. إليك الكلمة كابتن ميدو.